السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ حياكم الله، يا مرحبتين ويانا، وش علومكم؟ إن شاء الله بخير، مناكم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. اليوم إن شاء الله اليوم حلقة مميزة إن شاء الله اليوم عن الشنط اللي موجودة في شداد، شو مميزاتهم وشو ما بنقول عيوب، يعني بعض العوائق شوي يعني. فان شاء الله خلكم ويانا اليوم، متابعين ويانا ان شاء الله، بنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن الشنط ان شاء الله رب العالمين. لكن في البدايه لايك وشير واعجاب بالقناه، واي سؤال ارجو انكم تكتبونه في الكومنت تحت. هيا بنا. طبعا اعزائي المتابعين، اعزائي المشاهدين، خلنا نوقف بالطريقه هذه الشنط اللي موجوده حق الادفنتشر. طبعا اختلاف في الشنط، في شنط حديد ستيل تركب هني وفوق، شنط ستيل حدايد هاي ينباعن، لكن انا فضلت هذه لسبب واحد. ليش؟ بتكلم ان شاء الله عنه عقب شوي. اول شيء هذه الشنط مصنوعه من مواد، تعالوا معي، شوف 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 شوف، هاي الشنط الله يسلمكم مصنوعه من مواد يعني غير قابله للانقطاع. وبعدين فيها مميزه حلوه، هاي الشنط تسكر على اليمين، براويكم ان شاء الله الحين. شو مميزات هاي الشنطه؟ هاي الشنطه الله يسلمكم في حال وجود ريل السائق، اذا كانت ريلي موجوده هني لا قدر الله يعني صارت الريل في الخلف هني، فامورك طيبه، يعني راكب دراجه ما ينصاب مثل اللي موجود في الحدايد. طبعا هاي شيء وهذا شيء مميز ثاني. بعدين اذا طاحت الدراجه على اليمين ولا طاحت على اليسار، فهاي الشنط شوفوا كيف هذه الشنط يعني قابله ان ترجع وتتقدم، يعني فيها فلكسبل، فيها فلكسبل، لا قدر الله اذا طاحت على ريل السائق او طاحت على اليمين وسارت الدراجه ما تاثر ولا تتعور. شيء مميز اللي فيها ان هذه الشنط اليوم قابل للتسكر. الحين براويكم كيف عم يتسكر شنط هايل. عندي انا ثلاث، وحده هنتين ثلاث، 38 لتر، 48 لتر، 31 لتر. مميزات هاي الشنط شوفون هايل، السيور اللي موجوده هني اقدر اركب نفس هذه، اقدر اركب نفس شو؟ نفس هذه. هذه شنط تركب في اي مكان في هاي الفتحات. شوفوا لحظه معي كيف، لحظه معي الفتحات كيف تكون، اقدر اركبها هني. يعني انا بتلاحظون عندي الشنطه هذه، هاي حق اغراض الليتات، حق الادوات الخاصه بالنفخ الهواء، ماكينه نفخ الهواء عفوا. الشنطه الثانيه اللي فيها فايرات الشرج، فايرات الشرج وغيره، شوفونا كيف راكبه. زين تعالوا معي راويكم شو مميز في الشنطه. اول شيء الشنطه هذه فيها لوك ما يتبطل الا اذا انا بطلت الكلب هذا. اذا بطلت الكلب هذا واحد، وهذا اثنين. طبعا هني شوفيها هذه، اذا انا مثلا مسافر او عندي اغراض مهمه داخل الشنطه هذه او شيء، تعالوا معي، خلكم منتبهين. طبعا لاحظوا معي الشنطه الصغيره هذه فيها اغراض وايد هنا. شو المميز في الشنط هذه؟ فيها هذا اللوك، هذا اللوك الله يسلمكم، هذا اللوك. انا بقفل الشنطه اليوم، بغيت اقفل الشنطه، انا نازل مكان، نازل في فندق، نازل في مكان، اقفل الشنطه باللوك الموجود هني. طبعا هاي الموديلات الجديده، الموديلات الاوليه فيهم مفتاح، هذا فيهم لوك هني نقدر نبطله، وهذا انا مخلينه احتياط عندي لا قدر الله في حال نزلت مكان ولا شيء. تعالوا معي، هاي 31 الشنطه، 31 لتر، هذه ووتر بروف 100%، ووتر بروف. عمليه تسكير اغلاقها تكون بالطريقه هذه، شوفوا كيف فيها قطعه حديد هنا من ابتداء من هني الى هني، تمام. نلف لفه الثانيه، الثالثه وين؟ الثالثه على طول على اللوك. اللوك شو هو؟ اللوك اللي هو عباره عن هذا، فيها حديده هنا، الحديده هذه تدش في الحديده اللي موجوده امامكم، لاحظونه دش في الحديد الموجود قدامكم بالطريقه هذه، وتسكر بالطريقه هذه. عقب
اربط السيور. انزين خلينا نفتح معاكم مع بعض الشنطه. نفتح مع بعض الشنطه. تلاحظون هنا فيها اليوم المواصفات الموجوده فيها. طبعا نفس ما قلنا احنا 31 لتر تمام. البراند ماله حلو زين. شو داخل الشنطه؟ داخل الشنطه هذا الكيس الاحمر. شو هذا الكيس الاحمر؟ هذا الكيس الله يسلمكم. هذا الكيس الاحمر اللي انا بحط فيه اغراضي اليوم. شوفوا معي الكيس الاحمر 31 لتر. هذا الكيس بعد ضد الماي 100%. يعني مجرد اني انا الف الكيس هذا اللفه الاولى والثانيه والثالثه. طبعا سكرت الكيس الحين. شوفوا معي سكرت الكيس بالطريقه هذه. اوكي سكرت الكيس. خلوني بس اصوركم اياه. هذا الكيس عقب ما سكره وين احطه؟ طبعا يشيل 31 لتر. احطه في الشنطه السوداء اللي داخل هني. كيف اخذه وين احطه؟ احطه في الشنطه هني. نفس ما قلنا 1 2 3 هاي الثالثه بالطريقه هذه. تسكر هذا اللوك ماله. يعني ما شاء الله ووتر بروف نسبة 100%. أعزائي المتابعين شفنا الشنطة الحمراء كيف دارت هناك. الحين أنا ما أقدر أجلع الشنط هذه. هذه ما تنجلع. ليش؟ لأن فيها لوك هني. فيها لوك على اليمب. بس أنا أبغى أصغرها. ليش؟ على أساس إنه باكر إذا ما عندي أغراض كيف أسكرها. نفس ما قلت لكم على أساس إن إحنا ندخل الشنطة اليوم على داخل. نبطل الشنطة كاملة. تأكد إن الشنطة مبطلة كاملة. ونشل الله يسلمكم هذا الكيس الاحمر حق 38 لتر. طبعا هذا الكيس اشله وياي. شوفوا كيف من داخل ووتر بروف. اشله وياي بسيل الفندق بحطه داخل بحط اغراضي. زين خلينا ناخذه هنا ونحطه. شوف انه مكان نحطنا فيه. اوكي تعال انت هنا. زين الحين انا ابى اصغر الشنطه هذه. خلونا مع بعض شوي بس بوضح شيء. تمام يا جماعه الخير لحظه شوي. الحين هذه الشنطه من داخل ما شاء الله. شو فيها؟ فيها قاعده. هاي القاعده شو هي؟ شو القاعده هذه؟ ببدا اجلع القاعده هذه. شوفون كيف؟ ببدا اجلع القاعده. هاي القاعده كيف نلصقها؟ يعني على اساس انه اليوم تاخذ الشنطه حجم المثالي ومقاسه الفعلي. هذه القاعده شوفوا كيف. الحين انا موجود في البر صح؟ موجود في مكان. هذه قطعه البلاستيك اللي تخلي اليوم الشنطه ماخذه شكلها المربع. شوفوا كيف الشنطه بدات تضعف. زين نكمل مع بعض. هذه القطعه اخذها بالطريقه هذه. الفها على اليمين سكره. هني الله يسلمكم في كليبات. هذا الكليب الاول. شوفوا كيف الكليب الاول والكليب الثاني. طبعا هي مو بشغله هاي الشغله الضروريه. مو بشغله صعبه. بسيطه. شوفوا كيف ابطل الكليبات من هني. اوكي هذا الكليب الثالث وهذا الكليب الرابع. عقب ما بطلت الكليبات شو اسوي؟ اخذ هذه. شوفوا كيف ابدا وين؟ ابدا ادخل. ابدا ادخل الشنطه بالطريقه هذه. ابدا ادخل الشنطه شو؟ بالطريقه هذه. اسحبها على اليمين. ها شوفوا كيف؟ استوت الحين الشنطه مضبوطه. ضبطنا الموضوع. الحين كيف اسكرها؟ اسكرها بالطريقه هاي. شوفوا الكليبات هاي لهني. الكليبات هذه 1 2 ايوه يا جماعه ايوه ادفنتشر خليك سريع. 3 و4 زين الحين شو اسوي هني؟ شوف معي كيف اخذها كذي. طلع السير هذا. اسحب يا ولد
سهل سهل بسيط بسيط. اوكي الحين هذا شو اسوي به؟ هذا هذا اخذه احطه داخل. حلو كلام جميل. وين الشنطه العوده؟ نفس الطريقه هذه بتستوي هني صغره، بتستوي بالطريقه هاي. كيف شكل الدراجه قبل وكيف شكل الدراجه عقب. طبعا يا جماعة الخير ردينا الشنطة نفس ما كانت، نفس ما استوت. شوفوا كيف راكبة الكليبات راكبة. نتأكد كل شيء راكبة قبل ما ننطلق، قبل ما نسوي هذا في لوز، لكن بعد العقب. الشنطة هذه بعد نفس الطريقة، الشنطة هذه نفس الطريقة. طبعا هذه تنشل، شوفوا كيف تنشل، فيها سيور. هاي الشنطة فيها ويهين، الويه الأول نحط الأغراض، نفس الشنط هاي هنا تدور هني وهني. ممكن انا اجلع هاي القطعه، شوفوا كيف، يعني اليوم فليكسبل، اقدر احط فيها اغراضي، اقدر احط فيها اي شيء، ووتر بروف، عندي ايباد، عندي خرائط، عندي شيء، هذه موجوده. طبعا الشنطه نفس ما قلنا 48 لتر، شوفوا كيف ما شاء الله نفس الطريقه ووتر بروف. هاي حق السيور، حق الاغراض، حق كل شيء. طريقه تسكيره واحده اثنتين ثلاث. طبعا فيها مكان حق نسيم الهواء، لاحظوا معي هذا السير الاول، واخذ هاي القطعه واركبها. وين اركبها؟ هني. ضبطت الموضوع، طبعا هي فاضيه، ضبطت الموضوع، اقدر اشله وياي وين ما اسير وين ما ابغي. لكن الحمد لله موجودة على الطريقة هذه. هاي الشنط تركب يمين ويسار نفس ما قلت لكم. هاي حق الأغراض البسيطة القريبة مثل ويرات الشرج، نفس الطريقة ووتر بروف وتتعلق، ووتر بروف وتتعلق وتسكر. وتقدرون اليوم تشلونه من هني، تحطونه أي مكان على الشنطة، ممكن أحطه هني مدام في هاي السيور اللي هني تشوفونهم، مدام في سيور أقدر أحطه. فهذا بشكل عام. أعزائي المتابعين يعطيكم العافية، الشعر شوي كنت حاط الكاميرا هني فوق، الأمور طيبة إن شاء الله. طبعا رويناكم الشنط هذه، بتسألوني شو مميزاتها، خبركم مميزات. أول شيء هاي الشنط، هذه الشنط فابريك، يعني شو بقول، يعني مصنوعة من مواد يعني صديقة للبيئة، رقم واحد. رقم اثنين مواد يعني مخمل، أو نوع من نوع من الفابرك اللي هو مقوى. طبعا ستشيم وستشيم سوالف هذه ما تأثر فيها الحمد لله، ما تنقطع. الشيء الثاني المميزات الموجودة ضد الماء، ضد الماء، مطر ما مطر سوالف هذه، رام الغبارة سوالف، كل شيء موجود، كل شيء بيكون يعني فيها توب صراحة ما شاء الله. العيب اللي فيها انه ما تنشل، هاي الشنط ما تنشل، يعني ما فيها كلب هني تنشل مثل الشنط الحديد، الحديد فيه كلب. بطلون وياك وتسير. ناس ما رأيناكم الشنط الحمراء، أشوف شو الأحمر هني. الشنط الحمراء اللي موجود داخل هي اللي نشلها ونوديها، لكن هذه تم موجودة. هذا بشكل عام، بشكل عام، بشكل يعني مختصر في هذه الحلقة المميزة. لا تنسوا اللايك والدعم والشير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد الحمارة موجودة مالك يا مرة. يلا يعطيكم العافية، حياكم الله.